طيب عشان احنا كنا بنتكلم دلوقتي ده بخصوص الخبر اللي انتشر الخاص بامتناع الشيبي عن اختبار النشاطات بالامس، لانه كان لاعب مطرود، فزي ما قال الدكتور اسامه غنيم ان اي لاعب يطرد بشكل تلقائي لازم يعمل اختبار منشطات، لان كده سلوكه في عليه علامات استفهام، يعني ربما ان يكون واخد منشطات. فهعرض لكم فيديو لاول مره اعتقد هيعرض للجميع، وهو خاص برفض الاداريين بتوع بيراميدز بوصول اللاعب شيبي لاختبار المنشطات او منعه من الوصول لاختبار المنشطات. فالفيديو يا احمد اتفضل على طول اعرض يا احمد، الله يبارك لك. فهو ده هو ده الفيديو. بالمناسبه هقول لكم برضو تعليق تاني اهو، لو في صوت علي. يعني ايه عايزين يمنعوه من انه يدي عينه؟ كانوا رافضين خروجه ان يروح يعمل العينه في الاول في بدايه الامر يعني. ده فيديو. اوكي. ده الفيديو اللي كان من خلاله الاداريين بيرفضوا خروج الشيبي لاجراء اختبار النشاطات. يا جماعه ده فيديو لاول مره يعرض. انا عن نفسي ما شفتوش خالص قبل كده، ولسه واصل لي من دقايق اثناء الحلقه. فعشان كده بسبب الفيديو ده او بسبب اللقطه دي كان في خبر ان الشيبي ما عملش اختبار النشاطات، لكن تواصل معنا احد مسؤولي بيراميدز منذ لحظات ايضا وقال لنا لان اللاعب بالفعل راح عمل اختبار المنشطات بشكل طبيعي بعد اللقطات اللي حضراتكم شفتوها. انا بحاول اعيش حضرتك في الحدث لحظه بلحظه عشان انفي لحضرتك تماما ما تردد. وده فيديو ما اتعرضش قبل كده، اتاكدت اهو دلوقتي ده فيديو حصري لينا من خلال بلاس 90. دي لقطات لمنع الشيبي من اجراء تحليل او اختبار المنشطات، لكن بعد اللقطات دي راح الشيبي طبقا للمصدر اللي تواصل معانا منذ لحظات من مسؤولي بيراميدز قال لنا ان الشيبي عمل اختبار المنشطات والامور مشيت طبيعيه، وكان هو وكارتي واحمد سامي من بيراميدز. بالمناسبه كمان من ضمن الاخبار انتشرت الكابتن محمد ناجي جده قدم استقالته، ده كلام ايضا مش حقيقي نفاه لنا مصدر داخل اداره بيراميدز. فدي جزئيه اعتقد كانت غايه في الاهميه يا دكتور. طيب اللي كان شاغل الراي العام على مدار الاشهر الماضيه، الاشهر الثلاثه او الاربعه الماضيه، هو موضوع رمضان صبحي. كواليس كتير، اجتهادات كتير جدا جدا، بعضها كان غير منطقي، ويمكن البعض راح لجزئيه ان خلاص الامر يكاد يكون محسوم بان مستقبل اللاعب انهار وان اللاعب هيتوقف 3 4 سنين، اذ نتفاجأ بان اللاعب مفيش اي مشكله بالنسبه له الحمد لله، والايقاف عنه اترفع، واول مباراه يشارك فيها امبارح كانت مباراه النادي الاهلي في الشوط الثاني.